أي المجالس محبوبة عند الله، محبوبة عند النبي، محبوبة عند أهل البيت، محبوبة عند الزهراء فاطمة سلام الله تعالى عليها. الإمام الرضا بأبيه وأمي يقول: من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. يا مجالس، مجالس العزاء، إيه هاي المجالس، إيه ما أقيم مأتم لجد الحسين إلا وحضرته جدتي فاطمة. الله أكبر. مجالس العزاء، مجالس مصيبة زينب هالأيام، الله أكبر. خلي قلبك يروح هناك يم زينب، شنو حال زينب هالأيام؟ ها؟ حق علينا أن نشعر بلوعة زينب، حق علينا أن نجري دموع الحزن والأسى على زينب تلك المفجوعة. الله أكبر. مثل هالليالي توصل الكوفة ويدخلوها تلك الخربة، يأمر عبيد الله بن زياد في إدخال السبايا إلى تلك الخربة. النساء، نساء الأنصار، تلك النساء اللاتي واسين زينب في كل شيء، لكن هاي المواساة انتهت وين؟ في تلك الخريبة، لما جاء كبار أو رؤساء العشائر وين؟ إلى عبيد الله بن زياد يتشفعون لنسائهم، يقولون نساءنا مسبيات، عار علينا، عيب. الله أكبر. رضي عبيد الله بن زياد بالأمر، كل رئيس عشيرة يقف بباب الخربة: أين فلان الفلانية تسلم على زينب، تسلم على أم كلثوم، تسلم على الأرامل واليتامى وتخرج. الله أكبر. أين فلان الفلانية، أين الفلان الفلانية. عندها وصل الدور إلى زوجة علي بن مظاهر الأسدي، هذه المرأة عظيمة لها مواقف في كربلاء، هذه ما رضيت بأن تترك زينب. تدرون شنو سوى مولانا رئيس العشيرة؟ أمر بسحبها على الآب وإخراجها من الخرب. عند ذلك زينب عليه السلام التفتت إلى أم كلثوم، قالت: أما من قائل يقول أين زينب الهاشمية؟ أما من قائل يقول أين زينب ابنة فاطمة؟ أما من قائل يقول أين زينب ابنة أمير المؤمنين؟ وين راح قلبها؟ أدري بك وين راح قلبها. اختنقت بعفرتها صعت واخا وعباسا وعباسا. وأين الذي ينغر علينا يذهب لعد حامل ضعينا، وإن كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت بعينا ويسراه مقطوعة ويمين، يسراه مقطوعة. يا 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 ويمين يا يا. التفتت إلى النساء يا صحيت قومن بالله قومن ساعدني، والله قومن بالله قومن ساعدني، إيه على خالبني أريد وانحيل على خالبني، إيه
كفلني يا نجوي عدا وهو الكفلني. الله أكبر. بل شنو حالة العباس إذا سمع زينب بهذه المقالة؟ يقول هجنها عمة ابني هاي الصايحة عمة ابني جن عالوا عليها وناخذ وناخيتني وناخيتني جن عالوا عليها وناخيتني جن عالوا عليها وناخيت قل خويا خويا يا ذكرى خويا ودنقي انا خويا يا ذكرى خويا ودنقي انا خويا من صاح الشمر عباس وين من صاح الشمر عباس وين اخويا زمخة وعلينا من بجينا اويلي وعتبة ونين الساكن البيض وعتبة ونين الساكن البيض وعتبة شمر ترضى يعتبية وعتبة ريد أوصل بفاضل وعتبة وعتبة وقل لي أنا في اللحق علي أي وقل لي أنا في اللحق أي